اموركم طيبه. ان شاء الله النهارده المحاضره رقم 7، ليكشر نمبر 7، واحنا في الليكشر نمبر 7. لا، هي تعتبر اول محاضره بعد الميد تيرم في ماده الماكرو ايكونومكس، الاقتصاد الكلي. هنكمل شابتر 23. شابتر 23 هنكمل فيه ايه بالظبط؟ هنكمل فيه الموضوع اللي هو الاجريجيت اكسبندتشر اند ايكوليبريم اوتبوت. طبعا احنا الاجريجيت اكسبندتشر لو تفتكروا كنا اللي هو قلنا اللي هو الانفاق الكلي، اللي هو كنا بنرمز له اجريجيت يعني ايه، واكسبندتشر يعني لو تفتكروا قلنا الاجريجيت اكسبندتشر الانفاق المخطط ده كان بيتكون من حاجتين. احنا كنا بنفترض ان احنا ان ا كلوزد ايكونومي، في اقتصاد مغلق، وزاوت جوفرمنت، في اقتصاد مغلق يعني احنا ما عندناش عالم خارجي، ما عندناش ريست اوف ذا وورلد، يبقى ما عندناش اي اكس ماينس اي ام، ما عندناش صادرات ناقص واردات، وكمان ويزاوت جوفرمنت يعني ما عندناش جي. يبقى احنا هنا في الحاله دي الاجريجيت اكسبندتشر اي اي بيتكون من كام؟ بيتكون من حاجتين فقط، بيتكون من السي اللي هو الكونسمشن، وبيتكون من الاي اللي هو الانفستمنت. تمام؟ احنا بنقول ما عندناش حكومه يعني ما عندناش جي، يعني الجي اللي هو المكون الثالث ده مش موجود. وما عندناش اللي هو العالم الخارجي، لان احنا بنقول لك ان ا كلوزد ايكونومي، في اقتصاد مغلق، وبالتالي ما عندناش اي اكس ماينس اي ام. ده احنا كنا اتكلمنا ده في اخر محاضره تقريبا، او في اخر محاضرتين قبل الميد تيرم على طول. فاحنا هنفترض ان احنا بقى لو ما فيش قطاع حكومي يبقى ما فيش جي، وما فيش عالم خارجي باعتبار ان احنا في اقتصاد مغلق، يبقى اذا الانفاق المخطط اللي هو الاجريجيت اكسبندتشر بيساوي ايه؟ بيساوي حاجتين فقط، السي اللي هو الكونسمشن، والاي اللي هو الانفستمنت. تمام؟ طبعا احنا السي اللي هو داله الاستهلاك بتاعت الكنز، بتاعت كنز اللي هو الكنزيان كونسمشن فانكشن، كنا بنقول ان هي عباره عن سي لو تفتكروا قبل الميد ترم على طول، وده مهم جدا، بيساوي اي اللي هو الحد الادنى من الاستهلاك لما يكون دخلك بيساوي صفر، بلس بلس بي، جميل، تايمز واي. واي ده اللي هو الانكم، تمام، اللي هو الاوتبوت. ده احنا خدناه في الترم الايه، ده خدناه قبل الميد ترم على طول. تمام؟ طيب احنا بقى النهارده هنكمل على مين؟ هنكمل على الاي، الاي اللي هو الانفستمنت. يبقى احنا خدنا السي قبل الميد ترم، هنكمل النهارده الاي اللي هو بنسميه الديزايرد انفستمنت اكسبندتشر، اللي هو الانفاق الاستثماري الديزايرد يعني المرغوب فيه، او ممكن نسميه البلاند انفستمنت، الاستثمار المخطط. فالاي بقى لما نيجي نتكلم على الاي، ازاي داله الاستثمار الانفستمنت تكون شكلها عامل ازاي؟ بصوا يا شباب، داله الاستثمار زي ما هنشوف في السلايد الجايه لما بنيجي نرسمها بنرسمها بالمنظر ده. يعني احنا لو هنرسم، وده بدايه المحاضره بتاعتنا، خلي بالنا يا شباب، بدايه المحاضره 7 الحقيقيه، البلاند انفستمنت او ما يطلق عليه الديزايرد انفستمنت اكسبندتشر بنعمله ازاي؟ حضرتك كل اللي عليك انك تحت هتحط الواي، الواي اللي هو الانكم، جميل، وفوق هتحط الاي، الاي اللي هو الانفستمنت، جميل. اللي بيميز الاستثمار ان هو احنا بنفترض في الاقتصاد الكلي ان الاستثمار مش بيتاثر بالانكم، يعني حضرتك الانكم زاد، الانكم قل، الانكم فضل زي ما هو، الانفستمنت ماله؟ بيكون از فيكسد، فيكسد او اوتونوموس. اوتونوموس يعني ايه؟ يعني ثابت، ثابت يعني ايه؟ not affected by changes in income. اوكي؟ فعشان كده احنا لما نيجي نرسم الانفستمنت بنرسمه ازاي؟ بنرسمه بالمنظر ده. بصوا يا شباب، داله الاستثمار البلاند انفستمنت، الديزايرد انفستمنت اكسبندتشر بنرسمها بالرسمه ده. بصوا يا جماعه، لو الواي هنا، لو كنا عند واي 1 حضرتك ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان الانفستمنت ماله از فيكسد، عند نفس الليفل ده اهو، ثابت هوريزونتال لاين. طب لو الواي زاد بقى واي 2 ايه اللي بيحصل؟ if income increases from y1 to y2 what will happen to the investment؟ investment will stay constant will be fixed. يبقى يا جماعه، هل الانفستمنت affected by change in income؟ لا، بنقول investment ماله is not affected by changes in income. Investment is assumed to be autonomous. Investment is assumed to be fixed. Fixed يعني ايه fixed؟ حضرتك هترسمه بالمنظر ده، اهو هترسمه بالشكل ده، انه هيكون بالشكل المنظر اللي قدام حضرتك. تمام؟
تمام. تعال نشوف ده في السلايد الجاية والسلايد اللي بعدها. ادي يا شباب مرة تانية اهو البلاند انفستمنت اللي هو الاستثمار المخطط، جميل، او ما يطلق بعض الناس بتسميه الديزايرد انفستمنت اكسبنديتشر، هو هو اللي يعني زي هاد ذا سيم مينينج. لما نقول ديزايرد انفستمنت اكسبنديتشر او نقول بلاند انفستمنت، الاثنين اللي هم مين اللي هو الاي اللي بنطلب اي اللي هو بنسميه الاستثمار المخطط، او ما يطلق عليه الاستثمار الانفاق الاستثماري انفستمنت اكسبنديتشر، يعني انفاق استثماري، ديزايرد الانفاق الاستثماري المرغوب. ده عباره عن ايه؟ ده عبارة عن اللي هو تعريفه البلاند انفستمنت الاستثمار المخطط، ده عبارة عن الإضافات اللي بتعملها للكابيتال ستوك لرأس المال. Those additions to capital stock and inventory that are planned by firms، ده عبارة عن الإضافات اللي بتخططها الشركات إنها تضيفها لمين؟ تضيفها للكابيتال ستوك اللي هو رأس المال. يعني كل ما الشركات، أنا عندنا الشركات بتخطط مثلا إنها تزود رأس مالها ب 200 مليار، 200 مليون، 300 مليون، اللي بتخطط ان هي تزوده ده يطلق عليه بلاند انفستمنت، استثمار مخطط، تمام؟ طب هو لما نيجي نقسمه ازاي؟ بص يا جماعه قاعده ثابته، مهما الواي اهو تحت اللي هو الانكم زاد او الانكم قل، في الحالتين ماله؟ انفستمنت از اوتونوموس، اوتونوموس او از فيكسد، از ويل ستي كونستنت. يعني ايه؟ يعني انفستمنت نوت افكتد by changes in income. Okay, if income increases or income decreases, investment will stay constant, will stay the same, will stay fixed. اهو عشان كده بنرسمه بيكون ماله horizontal line، خط ماله خط بيكون شكل خط ايه؟ خط افقي. اهو ادي البلاند انفستمنت اللي هو الاي فوق وتحت الانكم اللي هو واي تحت، هترسمه بالشكل ده بالشكل الهوريزونتال. اهو البلاند انفستمنت فانكشن داله الاستثمار المخطط اللي هو اي، جميل. الـ planned investment ماله؟ We will assume that planned investment is fixed. Fixed يعني ثابت. ثابت يعني it doesn't change، مش بيتغير when income changes، مع تغير الدخل، جميل. So its graph is a horizontal line، بيكون شكل الجراف بتاعه horizontal line. اهو بترسمه بالمنظر ده، تحت عندي الـ Y وفي عندي الـ planned investment اللي هو الـ I. ترسمه ازاي؟ بياخد الشكل ده اهو، انه مهما الانكم زاد الانكم قل، انفستمنت بلاند انفستمنت ويل ستي كونستنت، هيفضل ثابت، تمام. برضو كنوع من انواع التاكيد والتكرار، وانتوا عارفين التكرار يعلم الشطار، ان احنا مره تانية اهو ادي البلاند انفستمنت فوق وادي الانكم واي تحت. حضرتك العلاقه بين الانفستمنت والانكم اتفقنا انه if income increases or income decreases what will happen to the planned investment i، planned investment will stay constant, will stay fixed, okay, autonomous. يعني autonomous يعني ثابت ما بيتغيرش. اهو investment ماله اللي هو planned investment، جميل. ال desired investment ماله؟ is assumed to be fixed, fixed autonomous، ما بيتغيرش. يعني not affected by changes in income, okay, not affected by changes in income changes، يعني ما بيتأثرش بالتغيرات اللي بتحصل في الدخل. If income increases or income decreases what will happen to the investment، planned investment will be fixed، هيكون ثابت، اوكي. عشان كده بيكون بياخد شكل خط ايه؟ سو اي اللي هو البلاند انفستمنت از ريبريزنتد باي ا هوريزونتال لاين، بيكون شكله هوريزونتال لاين بالمنظر ده. اهو ادي الانفستمنت بيكون هوريزونتال لاين بالمنظر ده، تمام. طيب تعالوا نشوف شباب مع بعض ايه هي العوامل اللي بتاثر في الاي في الانفستمنت اكسبندتشر. احنا قلنا عايزين نعرف الانفستمنت اكسبندتشر اللي هو البلاند انفستمنت اللي هو اتفقنا اللي هو اسمه ايه الاي، اللي هو زي ما شفنا كان الجراف بتاعه بياخد شكل الهوريزونتال لاين. يا ترى امتى الانفستمنت يحصل فيه انكريس، ولما يحصل فيه انكريس تلاقيه حصل فيه ايه؟ اهو الانفستمنت كان هنا فماله؟ الانفستمنت شيفتس ابورد، شيفتس ابورد يتحرك لاعلى، فلما يتحرك لاعلى ده معنى كده ان حصل فيه ايه؟ ان الانفستمنت حصل فيه انكريز، جميل. او امتى الانفستمنت يحصل فيه ديكريزز، ديكريزز فتلاقي يحصل فيه شيفتس داونورد، كان هنا فينتقل فين؟ ينتقل الى اسفل، ينزل لتحت. يا ترى ايه العوامل اللي بتخلي الانفستمنت شيفتس ابورد او شيفتس داونورد؟ ايه العوامل اللي هي which cause which affect investment expenditure؟ عندنا تحديدا في عاملين بيأثروا على
حجم الاستثمار، الانفاق الاستثماري. العامل الاول هو الانترست ريت، سعر الفايده. حط نفسك كده مكان المستثمر، مكان شركه. لما يكون سعر الفايده اللي انت هتقترض منه من البنك، انت عايز تزود استثماراتك، فعشان تزود استثماراتك معكش فلوس هتروح تقترض من البنك. لو لقيت ان سعر الفايده في البنك منخفض، ده يخليك تاخد قروض اكتر ولا قروض اقل؟ لما يكون سعر الفايده منخفض، الانترست ريت منخفض، ايه اللي يحصل؟ When interest rate decreases, this will encourage firms to take more loans. إن هي تاخد قروض أكتر. إن المقترض المستثمر يحب يقترض بسعر فايدة منخفض. فلما تاخد قروض أكتر تعمل إيه؟ هتعمل you will invest more، هتستثمر أكتر. يبقى الانفستمنت هيزيد. يبقى خلي بالنا لما الانترست ريت يقل يحصل ايه في الانفستمنت؟ الانفستمنت الاي يحصل فيه ايه؟ يزيد. And when the investment increases, investment will shift upward. الانفستمنت اهو كان ستريت لاين بس يتحرك لفين؟ يتحرك لاعلى. يعني انت بدل ما تبقى هنا يحصل فين؟ تتحرك تبقى هنا، تبقى تطلع لفوق، شيفت ابورد. يبقى العلاقه علاقه ايه؟ الانترست ريت طالما انه بيقل فالانفستمنت يزيد، الاثنين في اتجاه مختلف، يبقى هنا العلاقه علاقه ايه؟ نيجاتيف ريليشن. يبقى الانترست ريت تاثيره على الانفستمنت تاثيره بيكون نيجاتيف ريليشن شيب، بمعنى ان لما يحصل ديكريز ان انترست ريت، لما يحصل انخفاض في الانترست ريت ده بيعمل ايه؟ ده ريديوسز ذا كوست اوف بوروينج، بيخفض تكلفه الاقتراض. ولما تكلفه الاقتراض تنخفض ده بيشجع المستثمرين، بيشجع الشركات to take more loans and with this will encourage firms to take more loans. And when firms take more loans, this will increase investment. أو will increase investment. ولما يحصل increase في الانفستمنت، الانفستمنت هيحصل في shifts upward. أو يبقى نقول investment في الحالة دي ماله؟ curve shifts upward، يتحرك ينتقل إلى أعلى. تمام؟ والعكس بالعكس، العكس بالعكس بمعنى إيه؟ الانترست ريت لما يكون مرتفع هل ده يخلي الناس تقترض؟ لأ. فلما الناس ما تاخدش قروض، الشركات ما تاخدش قروض، يحصل ايه في الاستثمار؟ يقل الاستثمار. لما يقل يحصل ايه؟ الانفستمنت كيرف شيفتس داونورد، يتحرك لاسفل. يبقى العلاقه علاقه عكسيه. يبقى يا شباب علاقه الانترست ريت علاقته بالانفستمنت علاقه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف ريليشن شيب. وان انترست ريت ديكريزز وات ويل هابن تو انفستمنت؟ انفستمنت انكريزز. اند وين انفستمنت انكريزز انفستمنت كيرف shifts ايه؟ upward. يبقى ده اول حاجة، اول عامل اهو، اول factor بيأثر على الانفستمنت هو الانترست ريت، والعلاقة بتكون نيجاتيف. طب تاني factor هو التكنولوجيا يا جماعة تأثير على الانفستمنت positive relation. قاعدة عامة، كل لما يحصل تحسن في التكنولوجي، تطور في التكنولوجي، ده بيخلي الشركات ان هي تعمل ايه؟ ان هي تقول لك ده بيزود ارباح الشركات. انا جبت تكنولوجي متطور جدا، ده بيعمل ايه في ارباحي؟ This will increase the expected profits. هيزود قيمة الأرباح المتوقعة في المستقبل. ولما أرباحي أنا شركة المتوقعة في المستقبل تزيد، ده يخليني إيه أعمل إيه؟ أزود استثماري ولا أقلل استثماري؟ طبعاً أزود استثماري. يبقى نقول when technology increases, okay, this will increase the expected profits. And when expected profits increase, this will encourage firms to increase. This will encourage firms to increase investment. And when investment increase, investment ماله؟ ها الانفستمنت كيرف شيفتس ابورد، هتحرك الانفستمنت فين؟ منحنى الانفستمنت لفين؟ لاعلى. هو كان بيبقى ستريت لاين، فيكسد لاين، هوريزونتال لاين، هتنقله لاعلى بس يكون شكل ماله؟ شكل بارلل، بشكل يكون موازي. جميل؟ طب والعكس لما يحصل ان التكنولوجي تقل، التكنولوجي تراجعت، اتاخرت، ده بيعمل ايه في الارباح بتاعت الشركات المتوقعه؟ الاكسبكتد بروفيتس ديكريزز. هل لما الارباح المتوقعه بتاعت شركتك في المستقبل تقل، هل ده يشجعك انك تستثمر؟ لا. And this will discourage firms to increase investment. ده يبقى نقول this will decrease investment in the future. والانفستمنت لما يحصل فيه ديكريز، انفستمنت شيفتس داونورد، يعني لو الانفستمنت كان هنا الانفستمنت يتحرك لفين؟ لاسفل. طبعا يتحرك ينزل لفين؟ لتحت. خلي بالنا اهو التكنولوجي ديكريزز فالاكسبكتد بروفيتس ديكريزز
فيحصل ايه في الانفستمنت؟ ديكريزز نفس الاتجاه، يبقى بوزيتيف ريليشن. ده التكنولوجي تاثيرها على الاكسبكتد بروفيتس وبالتالي تاثيرها على الانفستمنت، تاثيرها بيكون ايه؟ بوزيتيف، تاثيرها موجب. لما يحصل انكريز في الليفل اوف تكنولوجي، ده ماله؟ هيعمل انكريز في الاكسبكتد بروفيتس، وده انكارج فيرمز to increase investment. ولما يحصل increase في الانفستمنت، اتفقنا الانفستمنت كيرف شيفتس ايه؟ شيفتس ابورد، والعكس بالعكس. تمام، يبقى ايه العوامل اللي بتاثر في الانفستمنت اكسبندتشر يا شباب؟ ايه العوامل اللي بتاثر في الاي في البلاند انفستمنت؟ حاجتين. الحاجه الاولى ان الانترست ريت علاقه نيجاتيف ريليشن، والحاجه الثانيه اللي هو التكنولوجي والاكسبكتد بروفيتس، دي علاقه بوزيتيف ريليشن. تمام، طب تعالى نشوف بقى في السلايد الجايه حاجه اسمها العلاقه بين حاجه اسمها البلاند انفستمنت والاكسبكتد والاكتوال انفستمنت، الاستثمار المتوقع المخطط والاستثمار الفعلي. تعال نشوف ده في السلايد الجاي. تعال نشوف مع بعض يا شباب موضوع في غايه الاهميه، اللي هو البلاند انفستمنت اللي احنا قلناه من شويه، اللي هو الاي، جميل، اللي هو الاستثمار المخطط، اللي هو الانكريز في الكابيتال ستوك، زيادة في رأس المال planned by firms، مخططة من جانب الشركات، وحاجة اسمها الاكشوال انفستمنت، الاستثمار الفعلي. ايه الفرق بين الاستثمار البلاند انفستمنت والاكشوال انفستمنت؟ الاكشوال انفستمنت ده بيساوي، ده بيتحسب عبارة عن الاستثمار الفعلي بيساوي البلاند انفستمنت، بنزود عليه حاجة اسمها unplanned change in inventories. اهو يعني حضرتك لما نجمع البلاند انفستمنت، الاستثمار المخطط اللي الشركات بتنوي انها تعمله في الفتره الجايه، هي ناويه، ده مخططه له، والانبلاند تشينج ان انفنتوريز اللي هو التغير الغير مخطط في المخزون، مخزون الشركات. الشركات زادت المخزون بتاع انتاجها، بتاع البضائع في المخازن بتاعها اللي ناويه تبيعه الفتره الجايه، بس زياده ما كانتش مخططه. فلما تجمع ده زائد ده يطلع لك حاجه اسمها الاكشوال انفستمنت. طب يا ترى مين هيكون اكبر من مين؟ هل دايما الاكشوال انفستمنت اكبر من البلاند انفستمنت، باعتبار ان هو عباره عن البلاند انفستمنت بلس ان بلاند تشينج ان انفنتوريز يديني الاكشوال انفستمنت؟ لا، مش بالضروره. عندنا ثلاث احتمالات، وي هاف 3 بوسيبيليتيز، ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول، لو كان الان بلاند تشينج ان انفنتوريز كان رقم موجب، كان رقم موجب يعني كان مثلا 3 ب 100، يبقى انت هتحط ايه؟ بلاند انفستمنت بلس 100 بلس 100، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاكشوال انفستمنت عباره عن البلاند وزود عليهم رقم 100، يبقى معنى كده الاكشوال انفستمنت ماله؟ هيكون اكبر من البلاند انفستمنت. خلي بالنا، يبقى اول احتمال اهو، الاحتمال الاول انه لو الان بلاند تشينجز ان انفنتوريز كان رقم بوزيتيف، كان رقم موجب، كان ب 100 ب 50 ب 60 وات ايفر، خليك واثق ان في الحاله دي الاكتوال انفستمنت هيكون ماله؟ هيكون greater than bigger than البلاند انفستمنت. ده الاحتمال الاول، يبقى ده اول احتمال. طب الاحتمال الثاني، طب افرض ان الان بلاند تشينج ان انفنتوريز كان رقم زيرو، كان بيساوي زيرو، يعني ده بدل ما هو ب 100 بزيرو، لو بزيرو يبقى تقول لي الاكتوال انفستمنت بيساوي البلاند انفستمنت بلس زيرو، يبقى كان ده مش موجود. يعني عباره عن الاكشوال انفستمنت هو نفسه مين؟ هو وغباته مين؟ هو نفسه البلاند انفستمنت. يبقى خلي بالنا، يبقى الاحتمال الثاني رقم اثنين، لو كان الان بلاند تشينج ان انفنتوريز، لو كان الزياده الغير مخطط لها في المخزون بتساوي زيرو، كانت بتساوي صفر. لو بتساوي زيرو يبقى معنى كده خليك واثق ان الاكشوال انفستمنت هيكون هو نفسه بغباوته مين؟ هو نفسه البلاند انفستمنت. طب الاحتمال الثالث، الاحتمال رقم ثلاثة، انه افرض الان بلاند تشينج انفنتوريز كان رقم، كان بيساوي نيجاتيف نمبر، كان رقم سالب، كان مثلا نقول له سالب 50، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاكتوال انفستمنت هيكون اقل من البلاند انفستمنت ب 50، لان انت هتطرح منه 50، يعني معنى كده ان الاكشوال انفستمنت اقل من البلاند انفستمنت. يبقى في الحاله دي لو كان الان بلاند تشينج ان انفنتوريز كان رقم نيجاتيف، حضرتك ده معنى كده ان الاكشوال هيكون ماله؟ هيكون اقل من البلاند انفستمنت. اهو عندنا ثلاث احتمالات اهو. يبقى خلينا نقول قاعده عامه
ها قاعدة عامة ايه؟ الـ Actual Investment بيساوي الـ Planned Investment plus الـ Unplanned Change in Inventories. طب هل دايما الـ Actual Investment أكبر من الـ Planned ولا ممكن يكون بيساويه ولا ممكن يكون أقل منه؟ عندنا ثلاث احتمالات. ثلاث احتمالات أهم. الاحتمال الأول If Unplanned Change in Inventories is positive رقم موجب، يبقى معنى كده خليك واثق إن الـ Actual هيكون أكبر من الـ Planned. أهو الـ Actual Investment أكبر من الـ إيه؟ من الـ Planned Investment. طب لو كان الـ Unplanned Change in Inventories كرقم 0، لو رقم 0 يبقى ده بيساوي ده. أهو لو بيساوي 0 يبقى الـ Actual هو نفسه الـ Planned Investment. طب الاحتمال الثالث لو كان الـ Actual Investment، لو سوري الـ Unplanned Change in Inventories كان رقم نيجاتيف، رقم نيجاتيف يخليك واثق إن الـ Actual هيكون أقل من less than الـ Planned Investment. أهو if Unplanned Change in Inventories is negative كان رقم نيجاتيف، هتلاقي إن الـ Actual Investment ماله less than Planned Investment. تمام؟ خلي بالنا من ده مهم جدا عشان هيفيدنا صح وغلط MCQ، هيفيدنا ممكن يجيلك في صورة مسائل، هنشوف problems، هنشوف ده مع بعض قدام. تعالى نشوف موضوع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، الموضوع اللي موجود في السلايد دي والسلايد الجاية، اللي هو إزاي نقدر نحدد الإيكوليبريم أوتبوت أو الإيكوليبريم إنكم، اللي هو دخل التوازن أو إنتاج التوازن يتحدد إزاي. إحنا ممكن أهو determination of equilibrium output or equilibrium income، تحديد دخل أو إنتاج التوازن في حالة إيه؟ in a closed economy without government، بافتراض إن أنت عندك اقتصاد مغلق، اقتصاد مغلق ومفيش حكومة، اللي احنا قلنا انه الـ Aggregate Expenditure لو تفتكروا في حالة الـ Closed Economy Without Government عبارة عن حاجتين، عبارة عن الـ C اللي هو الـ Consumption plus I اللي هو الـ Investment. يا ترى في حالة الاقتصاد اللي بالمنظر ده ايه الـ Output، كمية الإنتاج أو الـ Income، مستوى الدخل اللي عنده بيتحقق التوازن؟ تعال نشوف ده بيتحقق امتى. احنا عشان نحدد وضع التوازن في الحالة دي ممكن نحدد الـ Output Equilibrium أو الـ Equilibrium Income بطريقتين، using two approaches، باستخدام مدخلين. أهو under a closed economy في ظل اقتصاد مغلق without government، الـ Equilibrium Level of Output مستوى الناتج بتاع التوازن or GDP or Income هو هو، إنما نقول Equilibrium Output أو Equilibrium GDP or Equilibrium Income، they have the same meaning، مالهم؟ can be determined using two approaches، باستخدام مدخلين. المدخل الأول هنشوف السلايد ده اللي اسمه aggregate approach، المدخل الكلي، والمدخل الثاني هنشوف السلايد الجاي اسمه saving investment approach. اسمه ايه؟ saving investment approach، وممكن بعض الناس بيسموه withdrawals injections approach. تعال نشوف ايه الفرق ما بين المدخل ده الـ aggregate approach والمدخل الثاني اللي هو withdrawals injections approach. الـ aggregate approach وفقا للمدخل ده بيحصل امتى نوصل للـ equilibrium level of output؟ الـ equilibrium level of output او الـ equilibrium level of GDP او الـ equilibrium level of income بيتحدد لما الـ output الانتاج، الـ aggregate output اللي هو الانتاج ماله نساويه بيه، نساويه بايه؟ نساويه الاجريجيت اوتبوت ده، طبعا الاوتبوت ده سبلاي، ده اللي هو يطلق عليه سبلاي، ده اللي هو اس يعني سبلاي، ماله يساوي، يتساوى مع الديماند، الديماند اللي هو بنسميه البلاند، بلاند اجريجيت اكسبندتشر، بلاند اجريجيت اكسبندتشر. جميل، اجريجيت اكسبندتشر اللي هو بنسميه الديماند، اللي هو الدي الديماند. جميل، يبقى اهو وفقا للاجريجيت ابروتش متى يتحقق التوازن؟ اهو الاكواليبريم يتحقق اوكير متى؟ وين؟ لما الاجريجيت اوتبوت ماله از ايكوال تو، يا بيس في حاجه غلط، وين اجريجيت اوتبوت ماله ايكوال از ايكوال تو، لما يكون الاجريجيت اوتبوت الناتج الكلي بيساوي الـ Planned Aggregate Expenditure، الـ Planned Aggregate Expenditure أهو، لما الـ Output اللي هو Supply بيساوي الـ Planned Aggregate Expenditure اللي هو الـ Demand. طبعًا الـ Output الـ Supply اللي هو Y، Y ده اللي هو الـ Output، جميل، بيساوي الـ Planned Aggregate Expenditure اللي إحنا قلنا عليه اللي هو الـ AE.
طبعا احنا بنقول ايه قبل كده بيساوي ايه؟ بيساوي سي بلس اي لو تفتكروا، حتى انا اقول ما ابتديت معاك فقلت لك ان هو قلنا في بدايه المحاضره اللي هو عباره عن سي بلس اي، جميل قلنا ده قبل كده. طب والواي الانكم؟ الانكم بيساوي حاجتين، بيساوي هو انت الدخل بتاعك بتستخدمه في ايه؟ الدخل بتاعك انت الشخصي بتستخدمه جزء منه بتشتري سلعه خدمات كونسامشن والباقي بتحوشه سي. يبقى حضرتك وفقا للاجريجيت ابروتش الاكواليبريم ليفل اوف اوتبوت بيحصل متى؟ بيحصل لما الواي اللي هو الاجريجيت اوتبوت ماله؟ بيساوي البلاند اجريجيت اكسبندتشر اللي هو اي اي. جميل؟ طبعا الواي ده اللي هو السبلاي والاي اي ده اللي هو الديمان. طب الواي ده اللي هو مين؟ الانكم بتاعك بتوزعه على ايه؟ جزء منه بتوزعه على استهلاك كونسامشن وجزء منه بتوزعه على اس اللي هو سيفنج، جزء بتحوشه وجزء بتستهلكه. والاي اي في اقتصاد مغلق ما فيهوش حكومه ده بيتكون من حاجتين عباره عن سي كونسامشن بلس اي انفستمنت. هو ده انه لو الشرط ده تحقق عند المستوى ده عند الشرط دوت شوف الناتج كميه الناتج بكام، هو ده الاكواليبريم ليفل اوف اوتبوت. جميل، ده الاكواليبريم ليفل اوف اوتبوت، ده اسمه الاجريجيت ابروتش. تمام، طب الابروتش التاني اللي ممكن نستخدمه عشان نوصل للاكواليبريم ليفل اوف اوتبوت يطلق عليه بيسمى السيفنج انترست، سوري السيفنج انفستمنت ابروتش، او ممكن نسميه ويزدرولز انجكشن ابروتش. ليه بقى؟ ليه اسمه سيفنج انفستمنت؟ لانه حضرتك شايف انت المعادله دي اللي هي قلنا سي اس C plus S equal C plus Y. طب مش هنا في C موجودة وهنا في C موجودة، فالابروتش التاني بيعمل ايه؟ ال C تروح مع ال C، يبقى يتفضل لك ايه؟ يتفضل لك انه ال S ال S هيساوي ال I، ال S هيساوي ال I. عشان كده المدخل التاني اسمه ايه؟ اسمه saving investment approach. وقلنا ال saving دي لو تفتكر كان يطلق عليها اسمها withdrawals، withdrawals اللي هي تدفقات خارجه لو تفتكروا في المحاضرات الاولانيه خالص، اول وثاني وثالث محاضره في الترم بتاعنا. والانفستمنت كان اسمه ايه؟ الانفستمنت كان اسمه انجكشنز اللي هي التدفقات الداخله اللي بتدخل جوه الاقتصاد. تمام، تعال نشوف المدخل الجاي. تعال نشوف بقى السكند ابروتش، الابروتش الثاني، المدخل الثاني عشان توصل للايكوليبريم ليفل اوف اوتبوت او ايكوليبريم ليفل اوف جي دي بي او ايكوليبريم ليفل اوف انكم. ده بتوصل له منين؟ بيطلق عليه saving investment approach to equilibrium، او ممكن نسميه اسم تاني or withdrawals injections approach. جميل، مدخل التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجية. ليه؟ احنا قلنا من شوية انه ال y اللي هو ال aggregate output بيساوي ايه؟ قلنا بيساوي اللي هو ال aggregate expenditure، صح كده؟ ده ال equilibrium وفقا للمدخل الاولاني اللي هو ال aggregate approach، صح كده؟ AE. الواي اللي هو السبلاي بيساوي الاي اي اللي هو الديماند. طب واتفقنا ان الواي دخلك بيتوزع على ايه؟ بيتوزع على حاجتين، جزء منه السي اللي هو الكونسامشن وجزء منه الاس اللي هو السيفنج. والاي اي اللي هو الانفاق الكلي عباره عن ايه؟ ده عباره عن سي بلس اي، ده على افتراض ان مفيش جفرمنت ومفيش ريست اوف ذا وورلد، او ان احنا بنشتغل في كلوزد ايكونومي، ان احنا في اقتصاد مغلق. جميل؟ طب مش هنا السي موجوده والسي هنا موجوده؟ طب ما احنا ممكن نضيع السي مع السي، فلما نضيع السي مع السي تفضل لك ايه؟ ده يودينا نعيد صياغه الشرط ده ان الاس سيفنج يساوي اي انفستمنت. عشان كده المدخل ده اسمه ايه؟ اهو اسمه ايه المدخل ده؟ اسمه سيفنج عشان اس، انفستمنت عشان اي، ابروتش ايكوليبريم. بالايكوليبريم بيحصل امتى؟ لما الاس اللي هو السيفنج الادخار يساوي الاي اللي هو الانفستمنت الاستثمار، لما ده يساوي دوت ده يطلق عليه شرط الايكوليبريم ليفل اوف اوتبوت ايكوليبريم ليفل اوف جي دي بي. تمام، او ممكن نقوله عليه withdrawals injections. ليه withdrawals؟ لان الاس لو تفتكروا ده كان اسمها withdrawals والاي الانفستمنت ده يعتبر injections. جميل اهو، يبقى اذا لما الاس من ناحيه يساوي الاي من ناحيه ثانيه، الاس اللي هي تعتبر withdrawals او leakages اللي هي تدفقات خارجه بيساوي الاي اللي هو الانفستمنت اللي هو تعتبر انجكشنز. Thus ومن ثم only when planned investment اللي هو الاي
ماله يساوي السيفنج اللي هو الاس. في الحالة دي there will be equilibrium. There will be، هنا زي ما اتكررت، there will be equilibrium، هيكون في توازن. تمام. طيب تعالى نشوف مع بعض. السلايد دي مهمة جدا 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 لأنها رابطة كذا موضوع ببعض. لو تفتكروا من شوية أنا قلت لكم، لو فاكرين لما قلت لكم إنه الـ actual investment، فاكرين الـ actual investment الـ actual I كان ماله، كان بيساوي الـ planned investment، الـ planned investment جميل plus plus إيه plus change in inventories، صح كده؟ الـ unplanned change unplanned change in inventories. طب يا ترى الـ unplanned change in inventories بيتحسب ازاي؟ الـ unplanned اهو بص هو كاتب لك بقى ملحوظة، خلي بالك من النقطة دي، اكتب عندك في كراستك الملحوظة دي. الـ unplanned change in inventories اللي هو التغير الغير مخطط اللي ما كناش عاملين حسابه في المخزون، ده عبارة يعني عبارة عن الـ Y اللي هو الـ output اللي هو الـ production اللي هو الـ supply ناقص الـ AE اللي هو الـ aggregate expenditure. ال Y ناقص ال AE. طيب انت بقى حسب مين اكبر من مين؟ هل ال Y لو ال Y اكبر من ال AE يبقى ال unplanned change in inventories هيكون رقم بوزيتيف. طب لو كان ال Y اقل من ال AE، لو كان ال Y اقل من ال AE يبقى معنى كده ال unplanned change in inventories هيكون رقم نيجاتيف. طب ال Y بيساوي ال AE، لو بيساوي بعض يبقى ده راح مع ده، يبقى معنى كده ال unplanned change in inventories بيساوي رقم، بيساوي ايه؟ بيساوي 0. تعال نشوف مع بعض الثلاث احتمالات دول، هنقسمهم كده اهو. ادي مربع الاول، المربع الاول بنقول انه مش احنا قلنا ال unplanned change in inventories بيساوي Y minus AE. طب افرض لو كان ال Y اكبر من ال AE، ده الاحتمال الاول اهو، ده واحد. طب الاحتمال الثاني لو ال Y وال AE الاثنين بيساوي بعض، يبقى معنى كده الـ unplanned change in inventories بيساوي 0. ده رقم 2، ده المربع الثاني اهو، المربع الثاني. طب لو كان الـ Y اقل من الـ EE، اقل منه، يبقى معنى كده الـ unplanned change in inventories هيكون رقم نيجاتيف، يبقى ده الاحتمال الثالث. عندنا ثلاث احتمالات، تعال نفندهم مع بعض لان هم مهمين جدا تعرف التفاصيل اللي جوه دي، خلي بالنا عشان دول بتتسال فيهم. تعال نشوف أول واحد، أول مربع رقم واحد، if y is bigger than greater than AE، ده معنى كده إنه الـ output الـ y اللي هو الـ output الـ aggregate output ماله؟ هيكون اللي هو الـ supply أكبر من الـ demand، صح كده؟ ما هو الـ y هو الـ supply اللي هو الـ output والـ AE اللي هو الـ demand، جميل. طب لو كان الـ output أكبر من الـ demand ده معناه إيه؟ ده معناه إنه الـ unplanned change in inventories هيكون رقم positive أهو. بوزيتيف يعني هيحصل فيه زياده، هيزيد. unplanned inventory will increase، will increase يعني ال change in inventories هيكون ماله رقم بوزيتيف، طالما ان ال y ده مثلا سايب 10 وال AE ب 8، 10 ناقص 8 ب 2 يعني رقم بوزيتيف. خليك واثق، لو تفتكروا احنا قلنا لو كان ال change in inventories كان رقم بوزيتيف ده معناه ان ال actual هيكون اكبر من ال planned investment اهو، ده معناه ان الاكتوال اكبر من البلاند انفستمنت. ليه؟ لان الاكتوال انفستمنت كان بيساوي بلاند انفستمنت بلس تشينج ان انفنتوريز، وده رقم التشينج ان ام بلاند تشينج ان انفنتوريز، وده رقم بوزيتيف، يبقى الاكتوال هيكون اكبر من البلاند انفستمنت. طب ايه ده تاثيره على الاقتصاد؟ بصوا يا جماعه قاعده عامه بقى، ده جديد اهو، ده جديد. لو كان الاكتوال اكبر من الام بلاند انفستمنت ده معناه انه البرودكشن ال y ال output must decrease، لازم يحصل فيه انخفاض، وال economy will shrink، will shrink يعني هينكمش اهو. ده لو ال actual investment الاستثمار الفعلي اكبر من ال planned investment الاستثمار المخطط اللي كانت البلد بتخطط له على المستوى الكلي، يبقى معنى كده انت استثمرت اكتر من اللي كنا مخططينه، يبقى توقع في الفتره اللي جايه ان البرودكشن هيحصل له ايه؟ ماست ديكريز، وتوقع في الفتره اللي جايه ان الاقتصاد هيحصل فيه ويل شرينك، هينكمش اهو. برودكشن اللي هو الواي او الاوتبوت ماست ديكريز اند ذا ايكونومي ويل شرينك، ده اول احتمال. طب الاحتمال الثاني لو الواي بيساوي الاي اي، يعني الواي ب 10 والاي اي ب 10، 10 ناقص 10 0،
يبقى معنى كده ان الواي اللي هو السبلاي بيساوي الاي اي اللي هو الديماند. تمام اهو، اف واي ايكوال اي اي، يبقى معنى كده ان الاوتبوت الواي اللي هو السبلاي ايكوال ديماند. طب لو الاثنين بيساوي بعض ده معنى كده ايه؟ ده معنى كده ان الان بلاند تشينج ان انفنتوريز 10 ناقص 10 بيساوي صفر، يبقى الان بلاند انفنتوري ويل نوت تشينج، مش هيتغير. ليه؟ لانه بيساوي زيرو، 10 ناقص 10 بيساوي صفر. ولو الاثنين بيساوي بعض يبقى معنى كده ان الاكتوال انفستمنت هو هو نفسه بغباوته البلاند انفستمنت، الاثنين بيساوي بعض يبقى معنى كده ان الاكتوال انفستمنت هو هو نفسه البلاند انفستمنت. قاعده عامه، خلي بالك من دي اهو، دي جديده. لو الاكتوال انفستمنت بيساوي البلاند انفستمنت ده معنى كده ايه؟ ده معنى كده يا جماعه ان الاقتصاد عند الايكوليبريم، ده معنى كده ان انت عند ايكوليبريم اهو، ده معنى كده ان الاوتبوت او البرودكشن او الواي از ان ايكوليبريم، في حاله توازن، في حاله توازن. جميل، ده الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، طب افرض ان الواي كان ب 10 بس الاي اي كان ب 14، يبقى 10 ناقص 14 يبقى معنى كده ان انت الـ unplanned change in inventories هيكون رقم نيجاتيف، هيكون رقم نيجاتيف. ولو هو الـ unplanned change in inventories كان رقم نيجاتيف، ارجع كده بـ3 سلايدز ورا اللي هو في نفس المحاضرة بتاعتنا، قلنا لو كان برقم نيجاتيف يبقى معنى كده ان الـ actual investment هيكون اقل من الـ planned investment. اهو if y كان ب 10 و AE كان ب 14، يعني ال Y أقل من ال AE من aggregate expenditure، ده معنى كده إن الأوتبوت اللي هو السبلاي أقل من الديماند. ولو ال Y أقل إذا 10 ناقص 14 يبقى معنى كده ال unplanned inventory will decrease، لأنه هيكون رقم نيجاتيف، هيكون رقم نيجاتيف. ولو رقم نيجاتيف ده معنى كده إن ال actual investment less than أهو less than planned investment. طب إيه النتيجة بقى الجديد في كده؟ خلينا نقول قاعدة عامة، لو الـ actual investment كان أقل من الـ planned investment ده معنى كده يا جماعة إن خليك متأكد إن الـ production الـ output ماله must increase، لازم يزيد. ولو كان الـ actual investment الاستثمار الفعلي أقل من الـ planned investment الاستثمار المخطط، معنى كده إنك توقع إن الاقتصاد في الفترة الجاية هيتوسع will expand will grow هينمو أهو. خليك الجديد اهو، البرودكشن الاوتبوت الواي ماست انكريز، ولو البرودكشن حصل لازم هيزيد في الفتره الجايه، يبقى معنى كده ان الايكونومي ويل جرو اكسباند. تمام، تيجي نشوف مع بعض تمرين على الكلام ده. تعال نشوف مع بعض تمرين على الكلام ده، تعال نشوف مع بعض المثال التالي. نختم بيه الجزء الاول من المحاضره بتاعت النهارده، المحاضره السابعه او اكزامبل، وده مثال مهم جدا عشان نفهم كل الافكار اللي فاتت. يقول assume an economy، افترض ان في اقتصاد with the following consumption and investment function. ادي دالة ال investment، ان ال investment بيساوي 25، ال planned investment ب 25 على طول، وطبعا بيكون fixed. فاكرين لما قلت لكم ال investment لما نيجي نرسم دايما ان هو fixed، fixed بكام؟ ب 25 اهو، هو هنا في المثال بتاعتنا ان هو ب 25. وال consumption بكام؟ C بيساوي 100، دالة الاستهلاك الكنزية 100 بلس 0.75 y. جميل، based on the information fill in the following table and. تعالى نملى الجدول ده مع بعض. يبقى أول حاجة هتفتح الكراسة بتاعتك وتعمل معايا الجدول دوت، تعالى نملاه سوا. أول حاجة الـ aggregate output income ده اللي هو الـ y، ده يا شباب ده اللي هو مقصود بمين؟ y. يبقى ده أنت هتكتب كده ده y، وهتسمي الخانة دي إن هي رقم واحد. الخانة دي الـ aggregate consumption، aggregate consumption سميها 2، ده اللي هو مين؟ اللي هو C، يبقى تكتبه في كراستك C. رقم 3 الـ planned investment اللي هو I، وهو ده given على طول فوق بكام؟ بـ 25، لأن هو دايما is always fixed not affected with the change in income. بكام؟ أهو بـ 25. يبقى أنت أول حاجة هتعملها إن ده أهو هتكتب كده 25 لغاية الآخر، يبقى ده 25 25 25 25 لغاية الآخر. هتنزل تنزل 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 تنزل، ده ثابت دايما بكام؟ ب 25 25 25. يبقى أول واحد خلصت منه العمود الثالث planned investment. طيب بعد كده بيقول لك إنه عايزين نجيب planned aggregate AE، AE اللي هو
عبارة عن مجموعة حاجتين، الـ AE ده عبارة عن مجموعة، على افتراض انك في closed economy، عبارة عن الـ C plus I، الـ C consumption plus I investment. طب الـ I انت موجود في العمود الثالث، والـ C اللي هو العمود الثاني لسه مش عارفينه، تمام؟ بس انت ممكن تجيب الـ C ازاي؟ ممكن تجيب الـ C تعوض بالـ consumption function اللي هي عطالك فوق، اللي هي بكام؟ اللي هي C بتساوي 100 زائد 0.75 y. طب الواي بكام؟ ب 100، يبقى عوض كده، هتعوض تقوم قايل ايه؟ اهو هتقوم قايل انه السي بيساوي 100، معاك قلم، زائد 75 من 100، اضرب في كام؟ اضرب في 100. جت منين ال 100 دي؟ ال 100 اللي هي بين القوسين دي اهو، تايمز 100 مضروبه في 100، اضرب في 100 واقفل القوس بتاعك، يطلع عندك ده بكام؟ طبعا ادي 75، 100 في 100 يعني 75 زائد 100 يطلع لك 175، يبقى اول سي هنا 175، دي بكام؟ 175. طب تاني سي هنا الواي بقت ب 200، يبقى هتعوض ان سي بتساوي 100 زائد 75 100، بس تضرب المره دي في 200، يبقى بدل ما تضرب في 100 اضرب في 200، يبقى انت هنا تضرب في 200، اضرب كده في 200، لما تضرب في 200 يطلع 150 جوه القوس زائد 100 بره القوس يطلع لك 250، يبقى ده 250، يبقى تحط هنا الرقم ده ب 250، 250 250. طيب اللي بعد كده الواي بقت بكام؟ 400، يبقى عوض 75% في 400 يطلع لك 300، 300 جوه القوس زائد 100 بره القوس، يبقى 300 زائد 100 ب 400، يبقى انت هنا ده السي بكام؟ السي ب 400، 400، اوكي؟ طيب اللي بعد كده، اللي بعد كده هتعوض على انه الواي ب 500، ب 500، يبقى عوض هنا هتحط كام؟ هتحط 500، يبقى اضرب في 500، 500 في 75 ده اللي جوه القوس، يطلع لك دول يطلعوا ب 375 جوه القوس زائد 100 بره القوس، يبقى 475، يبقى ده هتحط هنا 475، 475. طيب اللي بعد كده 600، يبقى جوه القوس هتقوم قايل 75 من 100 في، هتعوض في كام؟ عوض في 600، 600 تلات ارباع 600، يعني بنتكلم في 400، تمام؟ 400 زائد 450، انا اسف، 600 تلات ارباع 600، 450، 450 جوه القوس زائد 100 بره القوس يعني 550، يبقى انت هنا السي ب 550. تعويض مباشر خالص في معادلة الاستهلاك اللي هي سي بتساوي 100 زائد 75% في واي. آخر حاجة الواي ب 800، يبقى عوض كده 75% في 800، اضرب في 800، لما تضرب في 800 يطلع الكلام ده ب 600، بس 600 جوه القوس و100 بره القوس يطلع لك 700، يبقى ده 700، يبقى انت كده خلصت من العمود التاني بتاع السي اللي هو aggregate consumption، اهو 175 250 400 475 550 700، عرفنا جه ازاي؟ خلاص تمام. العمود اللي بعد كده العمود الرابع بلاند اجريجيت اكسبندتشر اللي هو الاي اي، ده عباره عن السي اللي هو العمود الثاني زائد الاي العمود الثالث، تجمعهم كده 175 زائد 25 يدينا كام؟ يديك 200، يبقى ده 200، اه ده ب 200، 250 زائد 25 يديني كام؟ يدينا 275، 275، اوكي. ال 400 زائد 25 يديني 425، 425. اللي بعد كده 475 زائد 25 يديك 500، صح؟ يدينا 500. اللي بعد كده 550 زائد 25 يديني 575، 500 575. اخر حاجة 700 زائد 25 يديني 725، 700
25. يبقى انت كده جبت العمود الرابع. العمود الخامس بيقول لك الـ unplanned inventory change او الـ unplanned change in inventories اللي هو Y minus AE. Y ده اللي هو العمود الأول، يعني ده العمود الخامس عبارة عن العمود الأول اطرح منه AE اللي هو العمود الرابع. أول عمود 100 ناقص العمود الرابع 200 يطلع لك نيجاتيف 100، سالب 100. أول عمود 200 ناقص 275 يطلع لك سالب 75، نيجاتيف 75. اللي بعده 400 ناقص 425 يطلع لك سالب 25. اللي بعده 500 ناقص 500 زيرو، يبقى ده هنا هتقوم قايل ايه؟ هتكتب كده ان ده زيرو زيرو. بعد كده 600 ناقص 475 575 يطلع لك هنا بوزيتيف. بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 25، بوزيتيف 25. اللي بعده 800 ناقص 775 يطلع لك بوزيتيف 75، بوزيتيف 75 زي الفل. كده العمود الخامس خلص. السيفنج اللي هو اس ده نجيبه ازاي بقى حضرتك؟ الاس ده بتجيبه حضرتك عارف انه الانكم بتاع جزء منه بتديله للكونسمشن سي اللي هو العمود الثاني، وجزء منه بتوزعه على الاس. يبقى الاس ده عباره عن ايه؟ الاس ده عباره عن واي اللي هو الانكم ناقص سي اللي هو الكونسمشن، اللي يفضل ده انت بتحوشه بيبقى اس سيفنج. شوف الواي اللي هو العمود الاول يبقى ده العمود رقم واحد ناقص السي اللي هو العمود التاني، يعني واحد ناقص التين يديك السيفنجز يديك الاس. 100 ناقص 175 سالب 75، سالب 75 ماشي. 200 ناقص 75 سوري 200 ناقص 250 يديك سالب 50 اهو نيجاتيف 50. طيب 400 ناقص 400 ناقص 400 صفر يبقى زيرو، هتكتب زيرو. 500 ناقص 425 عبارة عن بوزيتيف 25، بوزيتيف 25. بعد كده 600 ناقص 550 بوزيتيف 50، بوزيتيف 50 اوكي. بعد كده 800 ناقص 700 عبارة عن بوزيتيف 100، بوزيتيف 100 اوكي. يبقى انت كده خلصت الجدول بتاعك اهو. ادي اول حاجه هو قال لك based on the information fill in the following table. خلاص جبنا اول مطلوب الحمد لله. المطلوب الثاني what is the break even level of income. ايه هو البريك ليفل البريك ايفن ليفل اوف انكم؟ تعالى ده نحسبه مع بعض في السلايد الجايه. تعالى نحسبه مع بعض. البريك ايفن ليفل اوف انكم ده اللي هو كان لو تفتكروا كنا قبل الميد تيرم كنا بنقول اللي هو لما الواي بتساوي السي، الواي اللي هو بيساوي السي، فانت هتساوي الواي بالسي وتعوض على ان السي اهو السي بتساوي 100 بلس 0.75 واي. تعال نشوف ده مع بعض ازاي نحسبها مع بعض. او ان هي عباره برضو البريك ايفن ليفل اوف انكم ده لما يكون الاس اللي هو السيفنج ايكوال زيرو. تعال نشوف ده هنحسبها ازاي مع بعض. ادي اول مطلوب خالص اهوت الانسر بتاعه ان هو قال لك كمل الجدول. كملنا الجدول طبعا. ادي العمود بتاع الاجريجيت كونسامشن، الارقام دي احنا شفنا مع بعض ازاي جبناها سوا. البلاند انفستمنت ده فيكسد 25 25 25 كان هعطيك رقم لو 25 ثبته. البلاند اجريجيت اكسبندتشر عباره عن جبناه، وده الارقام دي جبناها عرفنا كل حاجه من دول جبناها ازاي. هي نفس الارقام اللي احنا حسبناها مع بعض هتلاقيها موجوده في الجدول بس انت عرفت جبناها ازاي. تعال نشوف المطلوب الثاني اللي هو عايز يجيب البريك ايفن انكم. ادي المطلوب الثاني يا شباب اهو بيقول لك the break even income هو عباره عن اهنه ده اللي هو الانكم اللي عنده الواي ايكوال سي، او ان الاس اللي هو سيفنج ايكوال زيرو. طب الواي ايكوال سي هنعوض بقى ان الواي هنحط ان الواي بتساوي السي. السي هو كان عطالي في التمرين في البدايه خالص ان هي عباره عن ايه؟ داله الاستهلاك عباره عن سي بتساوي 100 بلس 0.75 y صح؟ فانت تعمل ايه بقى حضرتك؟ ال 0.75 y وهنا في y تعمل ايه؟
تخلي الواي في جنب واحد فتنقل دي الناحية التانية بس بإيه ساين مختلفة، يبقى واي ده واحد يعني ناقص 0.75 واي يطلع لك عبارة عن 0.25 واي، 0.25 واي، 0.25 واي بتساوي 100، بتساوي 100. يبقى معنى كده إن الواي هتساوي 100 مقسوم على 0.25، 25%. فلما تقسم 100 على 25% يطلع لك ده بكام؟ يطلع لك ب 400. يبقى مستوى البريك ايفن انكم ده اللي هو الواي بتساوي 400. افتكر ده كويس جدا، اللي هو عنده الواي بيساوي سي، ده بيحصل امتى؟ لما الواي بيساوي 400. جميل. او ممكن تعوضها بشكل تاني ان الاس بتساوي 0، يعني ممكن توصل برضو لده ان هي واي بتساوي 400 بطريقه تانيه خالص. الاس انت عارف ان الاس اللي هو مين؟ اللي هو عباره عن نيجاتيف ايه، فاكرين داله الادخار نيجاتيف ايه بلس بي اللي هو مارجنال بروبنسيتي تو سيف تايمز واي. طب نيجاتيف ايه هي هنا؟ الايه بكام؟ الايه ب 100، يبقى نيجاتيف ايه بكام؟ نيجاتيف 100، يبقى ال 100 هتحط قدامها نيجاتيف بلس بي. هنا اذا كان المارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم ب 75%، يبقى المارجنال بروبنسيتي تو سيف عباره عن مكمل الواحد. انتوا فاكرين قلت لكم ان الام بي سي مارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم بلس ام بي اس المارجنال بروبنسيتي تو سيف مالهم الاثنين بيساوي واحد، الاثنين بيساوي دايما واحد. طب اذا كان ام بي سي بكام؟ ب 75%، يبقى واحد ناقص 75% يديني الام بي اس بكام؟ يديني الام بي اس ب 25%. يبقى بي ده هتعوض عنه بي انه 25%، على اساس ان هو مجموعه زائد ال 75% يدينا واحد. واي ده هتساوي بكام؟ بزيرو، يساوي زيرو. طب حلو جدا، تعمل ايه بقى؟ الرقم ده بنيجاتيف وديه الناحية التانية يبقى بوزيتيف، يبقى تقوم قايل 0.225، سوري I'm very bad handwriting، أنا آسف جدا بعتذر لحضراتكم، 0.25y equal 100. يبقى لما تقسم على 0.25 يطلع لك ان الواي بكام؟ يطلع ان الواي سبحان الله يطلع ان الواي بيساوي 400، يطلع ان الواي برضه بيساوي 400. يبقى انت احسبها كده او احسبها كده، لانه يا شباب البريك ايفن انكم هو اللي عنده الاس بتساوي 0 او ان الواي بيساوي سي، وفي الحالتين واي بتساوي 400. ده المطلوب التاني اهو يا شباب، ادي المطلوب التاني، طلع ان البريك ايفن انكم هو ان الواي الانكم بيساوي كام؟ 400 اهو، اللي هو الواي بيساوي سي او الاس بيساوي 0، وفي الحالتين الواي بيساوي 400. المطلوب الرابع في التمرين بتاعنا هو قال لك انه اشتق الايه الفانكشن بتاع الاي اي اللي هو الاجريجيت اكسبندتشر. طبعا انا اول حاجه هم قايلين الاي اي ده بيساوي ايه؟ الاجريجيت اكسبندتشر انكلوزد ايكونومي وذات جفرمنت عباره عن السي بلس اي، صح؟ سي اللي هو الكونسمشن بلس اي اللي هو الانفستمنت. طب السي هتحط اللي هو داله الاستهلاك اللي هو عطاها لك في التمرين، هو كان عطاها لك في التمرين بكام؟ 100 100 بلس 0.75 واي، 0.75 واي، خلاص ده اللي هو الكونسمشن، ده السي. حط عليه الاي، الاي بكام؟ ب 25، يبقى زائد 25 زائد 25 يعني كام؟ 100 زائد 25 يعني 125، يعني دي هتحط كده ده 125 اللي هي ال 100 بتاعت الكونسمشن و 25 بتاعت الانفستمنت، يبقى 125 زائد 0.75 واي، ده هو ده الاي اي. تمام، ده المطلوب الثالث. طب المطلوب الرابع، المطلوب الرابع بيقول لك يا ترى ايه هو؟ احسب لنا الاكواليبريم ليفل اوف انكم. فنقول الاكواليبريم ليفل اوف انكم هو ده المستوى اللي عنده الاس بيساوي الاي والواي بيساوي الاي اي، يعني ده اللي هو بيكون الواي الانكم
بيساوي AE، بيساوي AE، بيساوي AE. طب الانكم بكام؟ الانكم احنا قلنا الانكم اللي هو الواي، قلنا اللي هو بتاع البريك ايفن ليفل اوف انكم اللي هو ب 400، 400 بيساوي الاي اي، اي اي اللي هو عملناه فوق اهو دوت، عوض عنه بدوت، او سوري يعني اخليها زي ما هي كده، سوري ثانية واحدة اهو، سيبك من حتة 400 دي خالص عشان ما تلخبطش ايه نفسك اهو. واي بيساوي اي اي، فانت تقوم قايل واي بيساوي ايه، عوض بالاي اي اللي هو عبارة عن 125 بلس 0.75، 0.75 واي. فالواي اهو هتوديهم الناحية التانية بإشارة مختلفة، يبقى انت هنا معناه ده ايه؟ ده معناه انه 0.25، 0.25 واي بيساوي 125، بيساوي 125. يبقى عايز تجيب الواي تعمل ايه؟ تقوم قايل 125 على 0.25. لما تقسم على 0.25 يطلع لك كام؟ يطلع لك ان الواي، يطلع الواي بكام بقى؟ الليفل اوف ايكوليبريم بالنسبة للإنكم، الإيكوليبريم ليفل أوف إنكم بيساوي كام؟ 125 على 0.25، يعني الواي يا شباب بيساوي 500، الواي يا شباب بيساوي 500، ده اللي هو بيطلع عليه إيكوليبريم ليفل أوف إنكم، واي بيساوي كام؟ 500. خلي بالنا من ده، مهم جدا، بيساوي 500. جميل؟ طيب وكمان الإيكوليبريم ليفل أوف إنكم في نفس الوقت هو مين؟ هو اللي عنده الإس بيساوي الأي، فاكرين؟ الابروتش بتاع الويذرول انجكشنز، الاس بيساوي الاي. جميل. طب الاس اللي هو السيفنجز، السيفنجز عطالي في التمرين ب 25، بيساوي الاي الانفستمنت، يبقى الانفستمنت هو كمان بكام؟ الانفستمنت ب 25. تمام، يبقى الانفستمنت بيساوي السيفنج، وكان عطيني الانفستمنت في التمرين ان هو ب 25، يبقى الاس بيساوي الاي بيساوي 25 اهو. هو ده الاكوليبريم ليفل اوف انكم، ان الواي بيساوي 500 وان الاس بيساوي الاي بيساوي 25. تمام. طب اخر مطلوب، المطلوب الخامس بيقول لي احسب لي الام بي سي، واحسب الام بي اس، واحسب الاي بي اس، واحسب الاي بي سي. MBC اللي هو المارجنال بروبنسيتي كونسيوم، ده تجيبه من دالة الاستهلاك الأولانية خالص اللي هو بكام؟ عبارة عن 100 زائد 0.75 يبقى 0.75، يبقى تقول ده ب 75%، 75%. خلاص. طب الـ MBS عبارة عن 1 ناقص 75% يعني 25%، 0.25، بقية الواحد 0.25. الاي بي اس عبارة عن ايه؟ الاي بي اس عبارة عن بيساوي اللي هو الافريج، ده هنا افريج بروبنسيتي تو سيف، ده عبارة عن السيفنجز مقسومة على الواي، السيفنجز مقسومة على الواي. طب السيفنجز بكام؟ السيفنجز كانت ب 25 على الواي، على الواي ب 500، اللي هو الاكوليبريم ليفل اوف انكم ب 500، 25 على 500 يطلع الكلام ده زي ما يطلع، يعني يطلع اعتقد ان هو 25 على 500 يطلع 0.05، 5%، 5%. طب عايزين نجيب الاي بي سي، اي بي سي نجيبه ازاي؟ اي بي سي بيساوي عبارة عن الـ consumption C مقسوم على الـ Y،
الـ consumption C مقسوم على الـ Y. طب الـ consumption بكام؟ الـ consumption مقسوم على الـ Y، الـ Y بـ 500. طب الـ consumption ده نجيبه منين؟ الـ consumption بص هتعمل إيه يا عالم؟ ده في الكراسة بتاعتك هتعوض في دالة الاستهلاك العادية خالص اللي عطلك في بداية التمرين اللي هي بـ 100. 100 زائد زائد كام؟ 0.75. 0.75 في واي. واي بكام؟ ب 500. ال 500 اللي هو الاكواليبريم ليفل اوف انكم. فانت لما تضرب 75% في 500 يطلع الكلام ده ب 375، زي 475. يبقى تحط فوق 475. 475 475 على 500 يطلع الكلام ده يا شباب، يطلع انه ABC C over Y consumption over Y يعني 475 على 500 يعني بيساوي كام؟ يطلع الكلام ده بيساوي 0.50 0.95، 95% 0.95، 95% 95%. ادي التمرين بتاعنا. اعتقد ان هو طالب رسمه، تعال نشوف الرسمه بتاعتنا. هو طالب ايه؟ ادي المطلوب الثالث اهو، كان طالب انك تشتق داله الفانكشن بتاعت الاي اي الاجريجيت اكسبندتشر عباره عن سي بلس اي، سي اللي هو اعطاها لك في التمرين بلس اي الانفستمنت ب 25، تجمعهم يطلع لك دوت ده عملناه مع بعض من شويه. الاكواليبريم هو لما الواي بيساوي الاي اي طلعت الواي ب 500. جميل. الاس بتساوي الاي طلعت هي تحسبها برضه تطلع الواي بيساوي 500. الام بي سي ب 75%، الام بي اس بقيه الواحد اللي هو 25%، اي بي سي بيساوي 95% زي ما شفنا 475 على 500، اي بي اس بيساوي 25 على 500 يعني عباره عن 0.05 اللي هي 5%. 5%. تعالى بقى نشوف مع بعض المطلوب السادس في التمرين دوت. كان طالب ان احنا نرسم الـ consumption function، الـ saving function، والـ investment function، ونحدد نقطة الـ break even income، ونحدد الـ equilibrium level of income. طب نعملها ازاي دي؟ حضرتك هنعمل رسمتين فوق بعض، رسمة فوق اهو محورين، ورسمة تحت اهيت، ويكون فيها جزء نيجاتيف عشان خاطر هنرسم الـ saving function. جميل. هتعمل ايه؟ هترسم الاول، اول حاجه هترسمها معايا هو داله الاستهلاك. داله الاستهلاك هتكون بالمنظر ده، ادي الكونسمشن داله الاستهلاك، وبتبتدي بكام؟ ب 100. كانت منين ال 100؟ هو قال لك في بدايه التمرين ان السي بيساوي 100 بلس 0.75 واي، فيبقى ال 100 ده هو اللي هو الحد الادنى من الاستهلاك. لما يكون الواي، لما يكون الاوتبوت ايكوال زيرو اهو، عند مستوى زيرو هنا. تمام. طيب وبعدين ونرسم هنا الواي اهو، الواي بالمنظر ده، الواي بالمنظر ده. في الواي بالمنظر ده المفروض ان الواي بتساوي السي اللي هو بيطلق عليه البريك ايفن انكم اهو، هنا واي ايكوال سي كان عند كام؟ عند 400 صح. واي ايكوال سي عند كام؟ عند 400. يبقى هنا 400 ده اللي هو البريك ايفن انكم، ده يطلق عليه بريك ايفن انكم. تمام. طيب وعند البريك ايفن انكم قلنا ان السيفنج بتساوي زيرو، يعني هنا المفروض ده السيفنج بتساوي زيرو. يبقى انت السيفنج اهو، ادي السيفنج بتكون هنا بتساوي زيرو. طب وهنا السيفنج بتطلع من كام؟ بتطلع من نيجاتيف 100، دالة الادخار من نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 100. تمام. طب عايزين نشوفوا طب امتى بيحصل التوازن الاكواليبريم؟ الاكواليبريم بيحصل لما يكون الاي اي بيساوي السي بلس الاي اي بيتخاطئ بيساوي الاي بيساوي الواي. جميل. يعني انت طب نجيب الاي اي ازاي؟ انك ان انت الاي اي اهو على جنب، ال aggregate expenditure ده عبارة عن ال consumption plus investment. طب فين دالة الاستثمار؟ دالة الاستثمار ترسمها تحت تكون مالها؟ تكون fixed، تكون ثابتة اهو.
ده الانفستمنت ثابت. طب هو بكام الانفستمنت؟ هتقولي في التمرين ب 25، يبقى ده هوريزونتال لاين بيطلع من عند 25. طب النقطة دي يطلق عليها الإكواليبريم. ليه؟ لأنه عندها الإس بيساوي الأي، الإس بيساوي الأي، ده يطلق عليه الإكواليبريم ليفل أوف إنكم. طب الإكواليبريم ليفل أوف إنكم كان بكام؟ كان ب 500، 500 هنا الواي ب 500، لكن البريك إيفن، البريك إيفن أهو كان 400. تمام؟ طب انت بتقول السي بلس اي، طب السي فوق تجيب بلس اي تحت ازاي؟ تعمل ايه؟ تقوم انت عامل كده خط هنا اهو، وتخليه يقطع ده اهو، يقطع الواي هنا اهو، سوري، خط مستقيم كده، والخط المستقيم ده هنا اهو عند النقطة دي، عند النقطة دي الواي، الواي بيساوي اي اي، الواي بيساوي اي اي، هي دي نقطة الإكواليبريم. نقطة الإكواليبريم يا إما يكون اي واي بيساوي اي اي، أو الإس بيساوي الأي. ده بيحصل فين؟ ده بيحصل عند ليفل أوف إنكم بيساوي 500 500. تمام؟ ده التمرين بتاعنا، ودي الرسمة أهي بالتفصيل بشكل أنظف. أدي ده البريك إيفن بوينت اللي هي واي إيكوال سي، ده بيحصل عند 400 400، وتكون السيفنجز ايكوال 0، ده هنا بزيرو. جميل. طيب الانفستمنت ب 25 بتتقاطع مع الاس، النقطه دي يطلق عليها، يطلق عليها الايكوليبريم بوينت. هي نفسها بتكون البوينت اللي عندها الاي اي بيساوي الواي، وده بيحصل عند كام؟ 500 500، ليفل اوف اوتبوت، ليفل اوف انكم ب 500، لكن البريك ايفن انكم ب 400. تمام؟ ادي الرسمة بتاعتنا في الحالتين. ادي النص الاول من المحاضرة خلص الحمد لله.